اهلا، كيفكم؟ في الفيديو تبعي اليوم بدي اعمل تحدي كان شائع من سنه تقريبا باليوتيوب، اللي هو انه اخيم برا البيت لليله كامله. فاليوم حابب انه اخيم بحديقه المنزل، وعندي هدول الاغراض رح اخذهم معاي. بهاي الشنطه رح احط الاغراض اللي بدي انزلهم معاي، وعندي هاي الخيمه فرح انصبها هلا تحت. فمثل ما حكيت لكم كان الفيديو ترندنج بس هلا كتير خف، فانا اساسا يعني بلحقش الترندنج. حاليا الساعه تقريبا 3 العصر، فانا هلا بدي اروح على السوبر ماركت واجيب شويه اشياء للتسليه لليل، فبس ارجع رح اكمل تصوير وانصب الخيمه، ورح تشوف كل هدول الاشياء بالفيديو. هلا لسه رجعت من السوبر ماركت، جبت معي هدول الحصانات، وعندي هاي عشان اثبت عليها الجوال واصور، وعندي هون المي، وعندي هذا الشرشف رح احطه قدام الخيمة، وهذا الحرام اكيد لليل لما تبرد الدنيا. في عندي هذا الشاحن رح استخدمه عشان اشحن الجوال لما يبدو شحنه، وفي عندي هذا الجوال رح يكون كجوال احتياطي عشان استخدمه عشان استخدمه للكشاف، بما انه رح تعتم الدنيا فرح يكون حلو انه اضوي بهاد. فهلا بدي احطهم بالشنطة وبعديها انزل. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright. هيني هلا انزلت هيات انا وصاحبي هون، حطينا الشرشف هون قدامه بدنا ننصب الخيام. ففي هاي الخيمة هون وفي هذيك الخيمة هناك، فهلأ رح أثبت الجوال بمكان عشان أعرف أصور، وأكيد أنا رح أعمل تسريع للمقاطع عشان أنه رح يكون الوقت كبير. فخلينا هلأ نبلش. I'm lost in my imagination and there's one thing that I need from you. وين بتلزق؟ هاي في ربطة هون، هاي فتحت الشباك. طبعا كل هذا بعد معاناة، يعني يمكن بعد ساعة
قعدنا ساعة كاملة واحنا عمالنا ننصب فيها. بالأول كنا بدنا نحطها هون، ما كناش عارفين كيف بدنا ننصبها. هاي المرة الأولى حكيت لكم بنصب، فاضطرينا إنه نحطها هون. ثبتناها ببراوة أشياء عن الجناب عشان الهواء. والتانية مش عارف إيش هذا، هو اللي أنا مش عارفه، يمكن فوق بعرفش، بس خلص بلزمش يعني. هاي بتكفي فكبيرة هاي، فعشان هيك خلص هلا رح نعتمد هاي بس. ودي خلص ناش نصبها، فهاي كي من جوا. هاي بدنا نرجعها على الباكيت تبعها، مش رح تلزم. يمكن نحط، نبلش نحط الأشياء جوا ونرتب. فرح نثبت الجوال بمكان عشان نصور. مديت وصلة كهرباء عشان سخان الماي، فيمكن نحط عليها الحرامة تاني عشان يكون في أكثر من مكان للشحن. هذول كمان جيبهم، يلا جيبهم. ناخذ استراحة بسيطة بعدين بنكمل ترتيب الخيمة. فبدنا ناكل هاد كيميكا اشي زي هيك، اللي هو الكراكز، عن جد زاكي هاد. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably. مساء الخير، حاليا الساعة 9 أعتقد. فتحنا اللابتوب طبعا عشان هلا نحضر فيلم، ولسه هدول كل هدول. خلينا نحضر فيلم ايش زي هيك.
شوي وقعت الكاسة. خلينا نحط هذا هون. خلص شبكات؟ يلا ادخل. الكاسة هون دير بالك. امسك الباور، امسك الباور. شوف القصة عندي. بحثنا عن بلاوي افلام، وهذا الفيلم اللي لقيناه اللي هو اسمه دول هاوس، منزل الالعاب اشي زي هيك، وهو نوعيته رعب. فنشوف اذا بيطلع حلو او لا. احنا هلا رح نبلشه. خلصنا ذاك الفيلم وحولنا على فيلم تاني، وياتنا بآخر صرنا. فحاليا الساعة 2:30 اشي زي هيك، 2:30 اصلا انا شفت الساعة. فانا هلا نعست شوي، بدي احاول ما انام اصلا، يعني رح نضل صاحيين. فانت نعست ولا لا؟ يعني هلا لسه خلصنا الفيلم الثالث، فبنسكر اللابتوب. مش عارف اني يمكن انام. الساعة حاليا صارت 4، كانت 3:30 قبل شوي. 4. Never rich, so we were out to make that steady figure once I was 11 years old. صباح الخير. طبعا انا هلا لسه صاحي، الساعة صارت 7:30 الصبح. فأعتقد إنه أنا نمت على 5 إشي زي هيك، أو يمكن 6 نمت إشي زي هيك. هاد كان الفيديو تبع اليوم، أتمنى إنكم استمتعتوا فيه. بحبكم كتير، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.